انتوا يعني زي بالظبط اللي بيصور بقى ان هو بقى السنه دي وجعاه وماسك السنه بزراديه وعمال يشد فيها ويخلعها بنفسه. طب ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ ده دكاتره السنان جنبك يا باشا، بتوفر فلوس ولا خايف تروح لهم؟ طب انت الالم ده، الالم اكتر من مره، ده انت هتاخد حقنه مش هتحس بيها، وما عادش دلوقتي حتى بيحسوا يعني دلعوا الناس قوي، بيحطوا مخدر قبل الحقنه، يعني حقنه المخدر نفسها بيحطوا مخدر قبليه بتاع كده عامل زي المصاصه، حاجه حديثه جدا. فمسأل ضيفتي العزيزه بقى تمتعني بحوارها النهارده وتقول لي بقى ايه القصه دي، الدكتوره الغاليه عليا الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب، وصاحبه ماجستير جراحات الفم والاسنان وماجستير جراحات الفم والاسنان، حاصله على الدبلوم الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا والجمعيه الامريكيه، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا يا دكتور ايمن. احنا قعدنا ذهلنا يعني ايه ده بقى؟ انا والله مستمتعه جدا، انا حاسه ان انا بتفرج على فيلم رعب. ده فيلم رعب، ده حقيقه، ده فيلم رعب. ونرجع نقول العيال بتتعقد من ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي بتتعقد؟ العيال دي هتبوظ، العيال سنانها هتضم. هو ايه الضريبه ان انا اعمل حركه زي دي بس؟ انفكشن اعلى مستوى الم، لو السنة بقى ما طلعتش وكانت ماسكه باي فايبرز كده في 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 الجم او في البون، انا بتتكلم في دم وسويت ايه ده؟ ليه يعني ليه بنعمل في ولادنا كده؟ ده احنا فعلا لما بنيجي ندي الحقنه بندي مخدر موضعي قبل الحقنه علشان الـ الطفل ما يتألمش او حتى الكبير ما يتألمش. لكن انا شايفه ان احنا بنعمل جيل، انا شايفه ان هو عنيف ودموي ومش كل الناس الامور هتعدي معاهم بالبساطه دي، في المسدس ويضرب الطياره ويعمل الطياره في السنه لا لا لا، الكلام ده فعلا مدمر، بيخلق جيل عنيف بجد بصراحه. ده التعبير لو انا هعبر عن دي حماقه، حماقه، دي الحماقه في أسوأ صور. وهو لما يكبر هيعمل كده مع ولاده، وهيعمل وهيستسهل ان هو يضرب حد في وشه وينزله سنه ويخبطه. عنف يعني، انا شايفه ان هو ده بيعلم العنف. البنت الاولانيه صعبان عليها قوي، بتسال قمر. حرام عليك، سنانها هتطلع بايظه، ما هو السنان هتطلع مش في مكانها صح؟ لا ملهاش اي علاقه. السنه اللبنيه بتبقى خلاص في الاخر ماسكه في الجم يعني في اللثه، او ماسكه باقل عدد من الفايبرز، او ممكن يبقى في ثلث الجدر بتاعها. فانت وانت بتشد ممكن جدا الربطه ما تكونش قويه، او يعني السنه تعلق ما تتخلعش او تتكسر. تخيل ان انت ممكن تعمل مشكله كبيره جدا، ودم بقى ومناظر وسويت لا، السنه اللي هتطلع اللي هي دائمه هتطلع كويس ولا عاديه زي ما كانت هتطلع في العادي؟ ما ملهاش علاقه، ملهاش علاقه بالحركه، بس الحركه دي ليها علاقه بحاجات تانيه على اعلى مستوى، ملوش اي معنى خالص. النهارده بقى قصص وحكايات ماشي، وهتقمص برضو بعض الحالات، لكن في حالات تانيه هتقل زي ما هي، اللي هقولها دي زي ما هي. يلا بينا. مركب تركيبات اماميه، عملت له التهابات شديده في اللثه، ايه الحل؟ ممكن نشرح الموضوع دوت بصورة. عندي حاجة قريبة من كده، في أخطاء ممكن تحدث من أطباء مش متخصصين في التركيبات، فبيحصل معاهم أخطاء تأثر على العيان قوي قوي. يعني مثلا أنا عندي حالة كانت جاية بتركيبة أمامية عاملة لها التهاب شديد جدا 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 في اللثة. الحاله ديت الغلطه بتاعت الدكتور ان هو نزل بالطربوش اكتر من اللازم تحت اللثه وخبط في العظم، وحصل مشكله وحصل افراز للخلايا الالتهابيه، او حصل التهاب شديد في المكان، عمل منظر مرعب مرعب في اللثه. المنظر اللي حصل دوت خلى المريض ما شافش خالص التركيبات، ما شافش اي حاجه، هو يعني شاف الالتهاب الشديد وفعلا كانت مشكله. وعلى فكره هو جاي من بلد تانية، يعني هو جه طيران من بلد تانية علشان يعالج. التركيبات الاماميه دي معموله عند طبيب اخر، بص الالتهاب في اللثه كان في يعني كارثه، دور تاني طالع له في اللثه. ايه المشكله اللي حصلت؟ ان الدكتور ده دخل اكتر من اللازم تحت اللثه والعظم، اكتر من اللازم، عمل التهاب عنيف، وكل ما هياكل وسنان تتحرك كل ما الالتهاب يزيد. مشكله حلها في منتهى السهوله، في منتهى السهوله، هننزل بالطرابيش دي خالص تطلع من مكانها،
لازم لازم بنعمل عمليه تجميل في اللثه، نبعد العظم شويه عشان احنا ما نسندش على العظم ولا نقرب منه، نعمل طرابيش جديده لان احنا طولنا الطرابيش ديت. لازم نصبر قبل ما نسلمه الطرابيش الجديده فتره ما تقلش عن اسبوعين ثلاثه علشان الالتهاب ده ينزل صفر، يعني يرجع صحي، اللثه تطلع صحيه تماما، ونجيب من الاول بقى ونظبط العمق بتاع الطربوش تحت اللثه. ممكن اوري حضرتك الصوره بعد، تخيل ان هي ديت نفس هديت اللثه. قعدت فتره قد ايه قبل ما هديت؟ اللي اخذت وقت صراحه لانها كانت بتاخد وقت، كانت تعبانه جدا. اخذت بتاع 3 اسابيع. 3 اسابيع وقت؟ لا ده حلو قوي، ده انا افتكرت قعدت 3 شهور. بس 3 اسابيع هو ماشي باسنان مؤقته، هو مش ماشي كده برضو. بس احنا كان لازم نصبر شويه، مش اقل من، انا كان نفسي ان هو يخف اقل من كده، بس كل اسبوع بجيبه، لا الوضع ما ينفعش. عشان انا بقى اوصل ان انا اسلمه السنان على اللثه بالشكل ده وما يحصلوش اي مشكله، واعالج مشكله من طبيب اخر، فعلا خدت معايا حوالي 3 اسابيع ريست. والمشكله اللي العيان ما بيبقاش فاهمها، ان انا لما باجي اخد شغل من حد تاني في مشكله اصعب كتير من اني انا ابدا الحاله من اولها. زي بالظبط لما انت بتودي لحد حاجه يفصلها لك، لما بتودي له حاجه متفصله زي ترزي مثلا، جديت له بدله مش مظبوطه عليك ومتلخبطه والكم في مشكله والكتف، اصعب من لو اديله قماش. بالظبط، اصعب. انت بتدي له قماش اسهل من ان هو يصلح حاجه حد تاني عاملها. بالظبط كده. فالحالات ديت بتبقى فعلا العلاج بتاعها بياخد فكره وبياخد وقت. ما اقدرش مثلا، انا مثلا بطلع معاك اقول يا جماعه انا بسلم التركيبات بعد 2 3 ساعات، هيجي المريض ده بالذات يقول لي طب ما حضرتك ليه ما تقوليش بعد 2 3 ساعات؟ لا، لما بيكون حاجه جايه بمشكله كبيره بالشكل ده صادره عن خطا تشخيصي او خطا في تكنيك اتعمل، بتاخد وقت. دي لا يمكن تتحل في 10 دقائق. ازاي هحل مشكله لثه في 10 دقائق؟ لا يمكن. ده لازم بياخد علاج وطريقه معينه، وعملنا عمليه في اللثه علشان نقدر نقصر العظم شويه عشان ما نلمس العظم بالطرابيش اصلا. لا، خدت وقت العمليه دي نفسها، خدت وقت. هو 3 اسابيع عشان انا اقدر اوصل للشكل ده. السؤال الجاي، انا عنده، هو الراجل اللي بعت لنا بيقول انا عندي 65 سنه، عنده سكر، عايز يزرع فك كامل، بيقول انا عايز ازرع فك كامل، اممكن؟ اممكن. انا ما عنديش مشكله مع السن بقى anyway، بس انا عندي مشكله حاجه واحده بس، هو عنده ايه مع ال 65 سنه؟ ايه اخبار حاجة. السكر، ايه اخبار حاجة. الضغط، امراض الدم، الكلام ده كله. لو كل ده فري فما فيش عندي اي مشكله خالص. يعني انا ممكن، انا اصلا بحب، يعني بص، وفي ناس لازم تبقى عارفه ان عاده الزراعه بتبقى في السن الكبير، يعني مش هتلاقي حد جاي يزرع فك كامل عنده 20 سنه، نادره قوي قوي قوي. ففكره ان احنا نقول ان مريض الزراعه لازم يكون صحته 100% ده غير منطقي وغير عملي، لان دي حاجه ما بتحصلش الا في كبار السن. فطبيعي ان هو يبقى عنده امراض، مش هنوقف، بس لازم نبقى عارفين احنا داخلين في ايه، السكر التراكمي وضعه ايه، الحاله الصحيه، امراض الدم، السيوله، المناعه. بمناسبه السيوله، كنا اتكلمنا قبل كده في حلقه ان السيوله عكس اللزوجه. ما بيجي حد، ودي بشوفها كل يوم في الابلكيشن قبل ما المريض بيدخل، حضرتك بتاخد ادويه ايه؟ حضرتك انا عندي سيوله، باخد اسبرين كل يوم. باخد ادويه سيوله؟ باخد ادويه سيوله. هو حضرتك يا فندم دي ما اسمها سيوله، ده اسمها عندك لزوجه. الادويه السيوله حاجه واللزوجه حاجه. هي يعني هي نقول عليها، نقول التعبير الصح يعني، انه بياخد ادويه تساعد على سيوله الدم. صح، اذا كنت عايز مسيله للدم. فده ما اسموش مريض سيوله، مريض السيوله يعني هو عنده سيوله عايز يعملها لزوجه. حاضر. الموضوع ده لازم يوصل للناس لو سمحت. حاضر. يا دكتور ايمن، انا مقصر. مش بتوضح المعلومه قوي يعني. ممكن برضو نتكلم على موضوع زراعه الفك الكامل. زراعه الفك الكامل هو مش موضوع مخيف زي ما الناس متصوره، وممكن نعمل الفك على 4 أو 6 زرعات، يعني ممكن نعمل all in 4 all in 6. وممكن برضو نعرف ان الفك العلوي بيحتاج عدد زرعات اكتر من الفك السفلي لاسباب كتير، وتوزيع وقاع انف وقصه. يعني مثلا حبيبتي دي ست الكل، جميله، ربنا يديها الصحه. احنا ما عندناش اسنان خالص. ما شاء الله عليها، فعلا فيها قبول جميل. احنا ما عندناش اسنان خالص، احنا زراعه فكين كاملين.
هي ست متعاونة جدا، عملنا الزرعات بتاعتنا. بعد ما عملنا الزرعات احنا عملنا تكنيك جميل جدا وجديد جدا، هي ادتنا الفرصه ديت صراحه كتر خيرها، ما كانتش مستعجله وفوضتني اعملي اللي انت عايزاه، هي ثقتها فيا الحمد لله، الحمد لله انا اكون على قد ثقتها. احنا عملنا حاجه فريم ورك معدني، ده احدث تكنيكس، احنا بنعمل الفريم ده تيتانيوم، بعد كده بنحط عليه سنان زيركون او زيركو ماكس منفصله منفصله، ودي بحد ذاتها حاجه حلوه جدا. عملنا زراعه لثه، وصلنا الاسنان اللي احنا عاملينها بالزرعات عن طريق السكرو، دلوقتي احدث حاجه ان احنا نوصل الزرعات بالاسنان سكرو ريتيند يعني بمسامير. ايه الاوبشن اللي بيديهولنا المسمار؟ الاوبشن ان ما بنعتمدش على اللزق في الطرابيش اللي بنحطها، او في اي لو في اي مشكله في التركيبه او في الزرعه نعرف نفك التركيبه دي خالص، نعالج المشكله اللي في الزرع او اللي في الطرابيش ونرجع التركيبات تاني لفم المريض في وقت قليل على قد المشكله وعلى قد الحل بتاعها. فاحنا عشان نعمل تركيبات فك كامل سكرو ريتيند ونعمل تيتانيوم فريم، ده حاجة بتاخد وقت. التيتانيوم فريم دوت شاسيه معدني، ايه مزاياه؟ اولا قوي، ما بيبانش يعني حاجة، ما بتشوفش بقها حاجة معدن خالص، بيوزع القوة اللي على الاسنان بانتظام، اللي هي على الزرعات بانتظام. احنا وصلنا للنتيجة دي الحمد لله، هي راضية جدا وانا مبسوطة جدا بالنتيجة. عملنا لثة جديدة، عملنا اسنان منفصلة، ادينا شكل طبيعي جدا، خدنا العضة الرأسية مظبوطة جدا بحيث ان وشها يتفرد، ما يبقاش وشها قافل كده ومديها سن كبير، حجم الاسنان متناسقة مع طول وشها، بس طبعا ما جبناش الوش كاملا علشان يكون يعني علشان البرايفسي بتاعت المريض، بس ادينا نوصل للنتيجة دي بصبرها وبسرعة جدا، وفي الفترة اللي ما بين التئام الزرعات بجسمها لحد التركيبة النهائية مشيت بتركيبات مؤقتة قعدت بيها، شكلها ما تأثرش، مشكلتها أنها بتقابل أحفادها وأولادها، مش عايزة حد يبقى الموضوع ملحوظ. وصلنا النتيجة الحمد لله مرضية جدا جدا، والميزة بتاعتها مش إن إحنا وصلنا للنتيجة دي، الميزة الديورابيليتي، إن إحنا نحافظ على النتيجة دي. وانس ان احنا وزعنا القوة اللي نازلة على الزرعات عن طريق الفريم التيتانيوم اللي حاطينه جوه، على فكرة المريض ما بيشوفوش، قدرنا نوزع القوة على الزرعات بانتظام، قدرنا نظبط العضة الرأسية ما يكونش في حاجة ضغطة علينا، ده بيساعد على ان الزرعات دي تعيش اكتر، ما نجيش بعد شهرين ثلاثة سنة نلاقي مشاكل قابلتنا في الزراعة. سؤال كده بقى من اب بيقول عنده بنته 8 سنين سنانها بتطلع راكبه وبعدين بيطلع خراريج، ايه بقى؟ لا موضوع سهل قوي، سنانها بتطلع راكبه على بعض، ده بقى موضوع كومن على بعض. ناس بتتخض لما بتلاقي السنان الدايمه طلعت والسنان اللبنيه موجوده، بيبقى طالع للطفل صفين اسنان في الفك، فبيبقى المنظر مخيف وبيخلي الاب والام ايه اللي بيحصل ده، مش معقول ابننا هيكمل بالشكل ده، بيبقى حاجه مخيفه. الحل بتاعها ان احنا بنخلع الاسنان اللبنيه اللي هي طالعه بره، مش بنخلع الاسنان الدايمه، لان دايما الناس تقول طب ما نخلع اللي طالع ورا عند اللسان او اللي طالع صف تاني، لا يا فندم احنا مش بنخلع اللي طالع صف تاني، احنا بنخلع الاولاني اللي هو اصلا المفروض ينزل وما نزلش. السؤال الشهير طب ليه ما نزلش؟ وارد وارد جدا ان الاسنان تكون عدت بمرحله من اللخلخه، احنا ما وديناش الطفل للدكتور يخلع الاسنان دي، ابتدت الاسنان ديت تليف في مكانها، السنان بقت دايما عايزه تطلع، بتلاقي الاسنان دي مليفه وقاعده في مكانها، بتبدا تنقي باث واي تاني تطلع منه. فمش معنى كده ان احنا نخلع الاسنان اللي طلعت صف تاني او اللي طلعت في مكانها غلط، لا احنا هنخلع اللي قعدت اكتر من اللازم والمفروض ان يجي عليها وقت وتنزل، ما ينفعش ان الاسنان اللبنيه تفضل قاعده بالشكل ده. المفروض ان الناس اللي عندهم اطفال وصلوا لست او سبع سنين يودوهم للدكتور،
لو في سنه ميعاد نزولها وما اتخلعتش نخلعها احنا. مش فكره ان احنا طب ما نسيبه هيقع لوحده، طب ما احنا ممكن برضو نسيبه يطلع حاجه في اتجاه تاني ممكن الامه ما تشوفهاش، السنان تثبت على الوضع ده ندخل في تقويم. طب ما احنا برضو لو ودينا للدكتور وهو يقيم لنا الحاله ده افيد بكتير من ان احنا نستنى المشكله عشان نحلها. احنا اليوم العالمي للسكر بالمناسبه دي، خلال احنا في الفتره دي يوم العالمي للسكر، قولي لي ليه السكر؟ في كام سؤال مهم عن السكر، يعني ليه السكر بيأثر في السنان؟ هو المفروض انا اجاوب السؤال ده بس انت جاوبيهولي. احنا ممكن نقول ان السكر بيزود معدل الهدم شويه في الاسنان، فبيزود اللخلخه وانحسار اللثه، بيقلل مناعه الفم، فبيخلي خلينا في حته المناعه بيقلل المناعه بتاعه الفم، فبيخلي في المشاكل تظهر اسرع وتبقى اوجمانتد اكتر يعني مضخمه. فاحنا لما بيكون عندنا سكر لازم نهتم ان اللثه تكون صحيه علشان البكتيريا الموجوده في الفم او البكتيريا فلورا عموما تبقى في مرحله اتزان، ما يكونش في بكتيريا نوع اكتر من نوع فيعمل لنا مشكله. لازم نهتم بان ما يكونش عندنا التهابات لان السكر بيزود وبيضخم الموضوع ده، بلس ان لو احنا ما اهتمناش بالالتهابات اللي موجوده دي وزادت عن حدها بندخل في لخلخه. فدائما وابدا مريض السكر يجي يقول لك اسناني الاماميه ملخلخه، دي الشكوى العامه، مش مثلا يعني اللي هو 90% اسنان الاماميه. ليه؟ عشان ده المكان اللي بيترسب فيه الجير اللي احنا ما شلناهوش، اللي قلل مناعه الفم، الجير ده بيت البكتيريا، فهو انت ماشي في سايكل عماله تزيد. اساسها ايه؟ ان عندنا سكر زود الامور. ما كل الناس ماشيه بجير في اسنانها وكل الناس ما حصلهاش، ليه مريض السكر بالذات اللي بتزيد الامور ديت عنده؟ علشان المناعه بتاعت الفم بتقل، معدل الهدم بيزيد، فالامور بتبقى اكثر وضوحا. فاحنا موضوع السكر الف ب، بنروح لدكتور باطنه، بنحدد العلاج بتاعنا، بنتابعه كويس ونفضل وراه. لما بفقد السنان الزراعه ولا التركيبات عموما في السكر وفي غيره؟ لا طبعا الزراعه. الزراعه افضل. طبعا الزراعه افضل. يعني فكره التركيبات الثابته ان احنا نمرض ضرس قبل وضرس بعد، دي فكره بنعملها بس مش هي احسن حل. هي بنعملها في الظروف اللي المريض بيرفض فيها الزراعه او بيبقى مش حابب الفكره بتاعه الزراعه، بس الزراعه هي الحل المثالي. ما ينفعش ان احنا نبرد اسنان ملهاش علاقه بالموضوع علشان ندخل في قصه هي مش بتاعتنا اصلا. على فكره وبرضه بسمع من المريض يقول لي ايه، اصلا كده كده انا هركب طرابيش على الاسنان اليمين والشمال المكان الفاضي، لان هي اسنان متهالكه واسنان معمول لها علاج جذور وماخده مسامير ودعامات ومبنيه، كده كده السنان دي هركب لها طرابيش، خلاص اركب انا بقى كوبري وما جاتش على السنه اللي ناقصه. ده بالظبط نفس مبدا ان انت لما يكون عندك عماره قايله للسقوط قوم رافع عليها 3 ادوار ومستني العماره تبقى زي الفل. حضرتك ده انت نفسك نطقتها وقلت ده درس متهالك، ده درس معمول فيه علاج جذور ومسمار ودعامه وطربوش، يعني الدرس ده تعبان واحنا بندعمه بالطربوش وبندعمه بالدعامه، فمش منطقي ان انت تحمله وزن على وزنه بالبريدج. ففكره التركيبات الثابته وفكره البريدج فكره مش احسن حل، وبنعملها على سكيل ضيق. البيست سوليوشن هو ان احنا نعمل زراعه، ده احسن حاجه على الاطلاق، بتحافظ على كونتور العظم، بتحافظ على حاجات كتير قوي. بنلاقي ايه في الاشعه المقطعيه وايه قيمتها الاشعه المقطعيه بالنسبه قبل الزراعه؟ ده قيمه كبيره جدا جدا. الاشعه المقطعيه هي يعني مثلا لو بصينا للفيديو دوت، احنا عندنا سنه اماميه، بنحدد السنه على الاشعه، بنشوف السنه ديت العظم طول وعرض وكثافة، وبناخدها بالأرقام علشان خاطر نبقى متأكدين جدا إحنا العظم ده كثافته قد إيه، رقمي يعني منتهى الدقة. بتظبط لنا الزاوية بتاعة الزرعة في المكان، ولو إحنا ظبطنا الزرعة في المكان بنقدر نظبط التركيبة. يعني دايما الناس بتفكر إزاي، أنا عايز أزرع وأمل حياتي إن الزرعة تمسك في العظم والجسم ما يرفضهاش. أمل حياتي. ده أمل حياتي. لا، هي ده مش امل الحياه. امل الحياه ان السنه تمسك في العظم في اتجاه مظبوط، تدي تركيبه مظبوطه. بشوف ناس كتير بتجيلي الزرعه ماسكه زي الفل بس هي طالعه في مكان تاني خالص، فعليا بشوفها بيبقى حاطط الزرعه شبه في الشفه فوق هنا،
طب هو هي المفروض تنزل عند الاسنان، هي طالعه، انزل انا بالتركيبه المسافه دي ازاي؟ واحيانا بشوف زرعه محطوطه خارجه لبره، يعني هي مكانها مظبوط بس طالعه لبره، انا لما راكب عليها طربوش، الطربوش ده هيبقى بره بره خالص، بره العضه خالص، هو ملوش علاقه بالاسنان اللي جنبه. بيجي اسنان وزرعه وماسك ومركب وكل حاجه، والمريض يقول لك انا متضايق من شكلها، اللون مظبوط، الطول مظبوط، كل حاجه مظبوطه، هو مش مركز ايه او مش عارف يشخص فين المشكله. المشكله في شكل اللثه والبابيلا، من مثلثات اللي لونها بامبا اللي ما بين الاسنان وبعضها، الفستونز دي مش موجوده، فبتديك بلاك تريانجل، يعني بتديك مثلث اسود ضلمه. هو ده اللي مضايق المريض. ده بيحتاج ايه؟ ده بيحتاج حاجه اسمها ترقيع لثه. المريض مش مدرك ان ترقيع اللثه ده خطوه 100% بتساعد على الشكل. انا مش بتارجت ان انا احط لك زرعه ونقول الحمد لله الزرعه مسكت والجسم ما رفضهاش، ومش انا الناس اللي لك الحمد لله احمد ربنا ركبت لك عليها واستنى نفس الحمد لله على كل حال. ايوه أنا مش طبعا الحمد لله على كل الاحوال. بس ان انت تطلع مبسوط وراضي وما انتش عارف مين الزرعه من الحقيقي، هو ده، هي دي التفاصيل اللي بتفرق مكان من مكان ودكتور من دكتور وفكر من فكر. مش فكره يلا نعمل يلا احنا كده عملنا كل حاجه زي الفل، لا، لما بتيجي في الاخر وتلاقي ان انت مش عارف مين الزرعه ومين الطبيعي، بتنبسط جدا بالمجهود اللي انت عملته، وبتنبسط باختيارك للدكتور اللي انت رحت له. نورتيني واسعدتيني جدا. ميرسي يا دكتور ايمن. ضيفتي العزيزه المبدعه دائما الاستاذ الدكتور اسراء السعيد، كالعاده متعه خالصه في عالم طب الاسنان تسمعوها في حلقات، متعه خالصه وحكاوي جميل، لكن تبقى الحكاوي لسه مفتوحه. خلينا نفكر كمان في الفتره الجايه دي حكاوي قريبه بقى، يعني تحكي لنا الحكايه زي ما حصلت. ماشي ماشي معاك. زي ما حصلت، يعني تقولي لي زي ما حصلت الاسبوع اللي فات الحاله كذا سين مثلا، من غير ما نقول اسماء، وعملت كذا وكذا، وتحيشيني بقى مع القصه. حاضر، ده احنا هنعمل حلقه لو كل حاله عايز بالتفاصيل. ده احنا لا مش حلقه يعني، حلقه واحده كذا حلقه يعني. حاضر، يعني في الحلقه ناخد 3-4 حلقات. حاضر ان شاء الله. ماشي، انت نورتي، ربنا يخليك يا دكتور ايمن. نورتوا في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه.